نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. موضوع خطبة اليوم نهاية رمضان ووداعه في هذه الأيام الأخيرة. أيها الأحبة في الله، لقد من الله علينا وأحيانا حتى بلغنا رمضان، أو حتى بلغنا رمضان المعظم، موسم الخيرات والبركات والنفحات الطيبات، بلغنا محطة التزود بالتقوى، وخير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ضيف كريم من أحسن الضيوف، منا من أحسن استقباله والترحاب به، ووفقه الله عز وجل لصيامه وقيامه والتأدب أو التخلق بأخلاقه. ومنا مع الأسف الشديد من لم يوفق لذلك، وكان نصيبه الجوع والعطش، ولم يستوعب أو لم يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر من ضياع فرصة العمر، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. لم يتأدب بأدب الإسلام ما دام لم يحصن نفسه من المعاصي والآثام، فيا سعادة من انتفع بهذه الفرصة الثمينة التي جاءت البشرى بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين في سلسلة وغلت. ماذا استفاد الذين أتى عليهم رمضان ولم يفرقوا بينه وبين الشهور الأخرى؟ استقبلوه بقلق وغضب وفتن، أولئك الذين عاشوا بين أظهرنا وانتهكوا حرمة هذا الشهر الكريم عنادا ومكابرة. ما موقفهم بين يدي الله عز وجل؟ ماذا سيقولون للعلي الكبير الذي يعلم السر وأخفى؟ هل يجوز أن يحدث هذا في مجتمع المسلم؟ لا والله، هذا الفسق وهذا الفجور الذي صدر من هؤلاء الفساق والفاسقات والعصاة، المهم ضيعوا الفرصة الثمينة لا تعود، حين مرقوا من الدين وحين أعلنوا العصيان أمام رمضان جهارا نهارا علنا، والله غفور حليم. ألم يسمعوا قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ألم يسمعوا قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج؟ ألم يسمعوا قول الله عز وجل الذي قال: إن هذا الرسول جاء ليرحمكم
بهذا الدين، ولا يريد أن يشق عليكم ولا أن يعنتكم. أرسل إليكم رسولا قدوة رحيمة يحبكم ويحرص على راحتكم حتى تصلوا إلى الآخرة وتستسلموا لله عز وجل وتتسلموا في نفس الوقت الجوائز من رحيم الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز أي صعب عليه أن يشق عليكم، كله رحمة كله أدب وأخلاق. سبحان الله، رسول رب العالمين جاء ليسلك بنا الطريق، طريق الهدى وطريق الخير، لنمر من هذا الجسر، من جسر الدنيا إلى الآخرة، دار الأبد، دار القرار. هذا هو الشهر الكريم أيها الإخوة والأخوات، شهر أتاحه الله لنا وأكرمنا به لنتطهر من السيئات ونتزود من الحسنات ونحاول أن نزيد من رصيدنا عند الله تبارك وتعالى. كما تعلمون الناس يحاولون أن يضاعفوا رصيدهم في المصارف والأبناك وبالاستثمارات العقارات مهما حاولوا، فهذا لا ولن يكون معهم في عرصات القيامة. هذه الأموال التي من أجلها نسوا الصلاة ونسوا رمضان ونسوا حقوق الله عز وجل وكرم ربنا سبحانه وتعالى، هذه الأموال وهذه الأشياء التي يتبعونها، أو حتى الذي ليس له مال ضيق له في رزقه، قدر عليه في رزقه، الله رحمه، الله ابتلاه، ويريد سبحانه عز وجل أن يشكره على ذلك. إذن يوم القيامة، يوم يقف الناس أمام رب العالمين، يوم يقف الناس أمام الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما أخفينا على الناس صورنا الداخلية وبواطننا، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وعلانيتكم. إذن أين المفر؟ أين المفر؟ والله عز وجل محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ماذا سيقول هؤلاء الذين ظلوا وظلوا بعيدين عن الطريق والهدى؟ ماذا يقولون حين تضع الموازين وقد عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمة؟ الخيبة كل الخيبة، الحسرة كل الحسرة، هي الإنسان أن يقف بين يدي الله ابتداء من يوم الموت، ابتداء من نقلة من الدنيا إلى المدافن إلى المقابر، ابتداء من هنا تبدأ قيامته ويبدأ العرض على الله عز وجل، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ماذا نقول بين يدي الله حين تخشع الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن، ألا تسمع إلا همسا ولا تسمع إلا حديثا لا يفهمه الثالث الهمس؟ هذا اليوم أيها الأحبة في الله هو الذي يعمل له المؤمنون والمؤمنات. حذرنا الله وبين كل شيء لئلا تكون الحجة قائمة. ما عندوش إنسان يخرج الحجة، ما هي حجته؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي حجة؟ أي دليل؟ شغلك غير مقبول، بحثك عن الرزق غير مقبول. الله عز وجل يقول: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. أنا ما كنت معك في الرزق. وامر أهلك ابتداء بنفسك، ذكر معهم في الصلاة.
لعل الله عز وجل أن يتوب عليهم أو أن يردهم ردا حنينا طيبا مباركا إلى الطريق المستقيم. أنت المسؤول عنه، أنت المسؤول عنهم. أنت فرح الآن لنتائج المدرسة، تلاحظون كيف الناس مجتمعون أمام الثانويات، همهم إذا خرج الولد أن يسألوه كيف كان امتحان. وما نجد الناس يسألون الناس عن المهم، عن المستقبل الحقيقي. أما مستقبل الخبز والبيت والسيارة، هذا ليس مستقبلا، هذا ضمنه الله عز وجل. سواء درست أو لم تدرس، سواء جلست على قارعة الطريق تبيع وتشتري، رزقك سيصلك. ولكن الذي سنسأل عنه هذه العلاقة بيننا وبين الله، علاقة أبنائنا وبناتنا بينهم وبين الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال، مالك لا ينفع، أرصدتك في البنوك، ما جمعته، ما بنته، ما أخذته من حلال أو حرام، هذا كله لا يسير معك، بل تتركه هنا وتحاسب عليه. هذا هو مشكل، حطه هنا وثم تحاسب عليه. من أين جئت به، وكيف صرفته، وكيف تصرفت فيه، وكيف أنفقته. يوم يسأل العبد عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبناه. شنو دار بهذا الشباب، فترة الشباب المتوفزة الحارة، حينما لا تضبط هذه النفس، هذه الفترة عندها ثمن خاص. أما اللي مشتا كبر وشبع من الدنيا وشبع من المعاصي، رجع الله يقبله. ولكن فلتة الجوائز، جائزة الشباب ذهبت. سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله في ظل العرش، منهم شاب نشأ في عباد الله. شاب نشأ في عباد الله، عنده علاقة بالله سبحانه وتعالى منذ الصغر. من الذي سيساعده؟ يساعده المحيط، يساعده أبواه، يساعده معلمه، أستاذه، يساعد. ولكن هذه الفتن التي نعيشها لا تساعد على شيء، تساعد على الذهاب إلى الهاوية مع الأسف الشديد. أبناؤنا في خطر، بناتنا في خطر، بنات في خطر. تلاحظون التبرج في رمضان ازداد، وازداد هذه السنة أكثر وأكثر، وسيزداد. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الحليم فيها حيران. الحليم معناه اللي عنده العقل يصبح حيران في هذا الذي تأتي به هذه الأمواج الهائلة، هذه الأمواج المتراطمة. نحن في بحر متموج خطير يقذف بهذه الأمواج وتأخذ الأخضر واليابس. فتن كقطع للمظلم. ولذلك ربنا سبحانه عز وجل يريدنا أحبتي في هذه الأيام الأخيرة، شات 20 يوم، إذن في هذه الأيام الأخيرة هل نستطيع أن نغير من رتابة حياتنا؟ أكل وشرب ثم نوم ثم نوم، لا. هل تستطيع أن تغير قليلا؟ زير شوية في هذه الأيام البواقي، تتحرك لله عز وجل. جدد نيتك وتحرك ليزيد الله رصيدك بالصلاة والصيام والزكاة والإنفاق والتطوعات، لأن الناس فقراء وحولنا فقراء وحولنا أيتام وحولنا أناس كثر. إذن صلاة وزكاة إنفاق حج وعمرة. أيها الأحبة في الله، ما زال باب التوبة مفتوح وسيبقى مفتوحا ما دمت حيا. رحمة الله وسعت كل شيء. الله سبحانه، شوف هذا المستوى، 40 عام أنت دائما في مصائب وفي المعاصي وفي معاملات سيئة، سواء مع أهلك أو جيرانك أو من زملائك. ثم قال إذا تبت
بدل لي كل شيء حسنة. 40 سنة ديال العاصي تكون لي كلها 40 سنة. أربع ما تخافش، 40 سنة كلها حسنات. وكمل دابا ما تبقى، والـ60 والـ70 ما توقف. سيارتك، راحلتك، هذا الذي يحملك إلى أين سيقف؟ إذن إلا من آمن، لا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفور رحيم. وكان الله غفورا رحيما. آمنت، تبت، وعملت عمل الصالح، الله عز وجل غفور رحيم. اش يدير لك؟ يبدل الله هذه السيئات، هذه المعاصي. لو مت او مت في هذا الطريق بهذه لا ذهبت إلى جهنم، ولكن رحمة الله عز وجل تداركتك يد الرحمة وأنقذتك قبل أن تصل إلى الله، حيث لا حجة ولا كلام ولا دفاع ولا شفاعة ولا أي شيء. ما كاين شي واحد نهائيا سيدافع عنك. لماذا؟ أعطيتك مرسى. أو شوف الآية، أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عمرتكم، أعطيتك عمرا كافيا لترجع. زيادة على ذلك، ما سمعتيش برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجاءكم النذير، أنذرك، نبهك. القرآن أمامك، السنة أمامك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نتدارك، ما بقي من الأيام، ما فات وفات، ولا نترك نفوسنا إلى ما هي عليه. فمن لم يوفق للخير ومن لم يعتق من النار في هذا الشهر، قضية خطيرة في هذا الشهر، ولم يغفر له في هذا الشهر، إذن خصك تبرر، تتمرغ، تضع جبهتك أمام الله عز وجل. يعني ما يقبل متكبرين، يضع تضع أن تضع جبهتك وتبكي، سواء في خلواتك أو جلواتك تضع جبهتك، وتستشعر أنك مذنب عاصي مفرط. ولذلك تريد يا رب، أنا لا أريد أن يمر هذا الشهر دون أن تدخلني في لائحة الذين غفرت لهم. ولذلك هذه المسألة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صعد المنبر الجمعة، صعد المنبر وقال آمين. الصحابة استغربوا، من كيقول آمين؟ كنقولوا آمين شي واحد كيدعي. ثم قال آمين، ثم قال آمين. إذن اضطروا أن يسألوه، يا رسول الله لمن آمين؟ يا رب استجب لمن؟ سمعنا والحمد. هو في اتصال مع من لا يسمعه إلا الرسول أو إلا الرسل، جبريل يتصل به. أولا قالني جبريل، جاءني جبريل قال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. عرفتي رغيمة؟ الرغام والطرب والنف ديال شي واحد يمروا في التراب، معروفة في الحضارات كلها. ولذلك تسمى الأنفة، هز الراس الفوق وهز النف الفوق، الأنفة من الأنف. هذه يحك له النف دياله مع ذل، دليل على الذل. رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. قلت آمين الأولى. ثانية يا رسول الله مخيف. ورغم، قال لي جبريل، قال لي رغم ألف من أدرك والداه أو أحدهما، أدركهما ولم يغفر له. أدرك الوالد ولا الوالدة والوالد أو بجوجهم ولم يغفر له. شخص ببصري، خرج فيهم عيني، مشى هز يديه، مشى رد لي الكلمة، مشى. كل هذا، كل هذا لا يقبله الله عز وجل في الوالدين إطلاقا. إذن لك أنت بقي الوالدة والوالد، استغل الفرصة وقل لي سمح لي راه مصيبة، أنا ما في راسيش، أنا ما في راسيش، حسبتك وظننتك امرأة عادية، لكن الله يدافع عنك. ورغم أنف ثلاثة، ورغم أنف الله يدل، الله ينزل الذل على من
على من صل من سمع صوت من سمع اسمك من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. لم يصلي عليك، أنا صليت عليك، الله صلى عليك قبل، والملائكة ثنى بها، بدأ بنفسه وثنى بملائكته. ثم احنا بيحضر فينا يقولنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه، كم من واحد يوم إذا سمعت رسول الله فصل عليه. لماذا ليرتبط قلبك مع هذا الرحيم الودود الذي أرسله الله لك؟ والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا الآن إنسان يشرب خمرا، يأكل خنزيرا، يزني، يفجر، يفسق، يسرق، كل شيء يرابي. ولكن الرسول نبهنا، الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا. أشغل جينا صاحبي دليل في كفن، أتذكر الكفن؟ مرة تذكر الكفن. تذكر إخوانك يموتون، مات أخونا البارحة أخ أحمد رحمة الله عليه. إذن ما في ما كانش كده جالس حدايا يوم الجمعة هنا أوكي ضحكوا كده، الآن وصل الخبر بأنه توفي. أنا قلت لكم أنا كاين اللي غادي يموت في هذا الأيام واللي غادي يموت في هذا الشهر وما يموت بما ما يكملش رمضان. كن نحسبه رجلا طيبا محافظا على الصلاة وصادقا، أسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. قد ربط رسول الله صلى الله عليه، تلاحظون الحديث، قد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رمضان وبين الوالدين. سبحان الله، هذان كانا سببا أو جعلهما الله سببا في وجودك وإيجادك ودفئه، ودفئهما غطوك وقدوا لك وكذا وجبوا لك على أساس حتى تكبر. وكبروا الكتاف ثم يرد تشدرت لنفسك، ماذا فعلت لي؟ حتى قال أحدهما جيش كان قال لي شوف ولاش ولتيني أنا من ما تشري سبرديلة على المستوى كدير، والعياذ بالله نزل السبرديلة على الوالد. أجلت شري لي ديال 100 فرنك ما بغيش 20 ولاش ولتيني لما شوف هذا هي المدرسة، هذا نتعلمه من المدرسة. المدرسة التي كانت مهد الأخلاق ومهد الخير ونبع الرحمة التي توصي على الوالدين وتوصي على الجيران وتوصي أين هو؟ أكين كان سببا في وجودك. ثم هذا رمضان كان سببا في وجودك الروحي. أنت راه روح، راه فيك روح، إلا كتخرج تخلي ديك الكسدة، إلا خرج ما بقاش عندك قيمة، هزوه هزوه بسرعة، إما يخناز إما ديرو في الثلاجة ولا كذا، لا قيمة لك بذلك الروح. أنت الآن تعذب الروح، هؤلاء الذين لا يصلون معذبون العياذ بالله روحيا، هؤلاء الذين لم يعرفوا طريقة إلى الهداية معذب روحيا، وغادي يقتل راسه بوحده، إذا ما مات فينتحر. اسمعونا عن لا وقت لي أن أريد لكم صورا كثيرة للانتحار لأناس شبعوا الدنيا، شبعوها كل شيء عندي، سيارات، فلل، سياحة، أينما أموال كذا، ثم أخيرا لم يشعر بالراحة التي تشعر بها الآن أنت في المسجد. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والله خلي الخلانة ضنك. إذن من أعرض اللي بعد عن الكتاب ديالي، اللي بعد عن الطريق ديالي، باير يدوز مسائل بطريقته، لا أنت لست مخيرا في ذلك، أنت مسير. وصلت البلوغ يجب أنت تسير في ركب هؤلاء الصالحين. إذن من أعرض عن ذكري
شوف فيه مزيان. كنت خدام معه ولا كنت خدام معه؟ كنت خدام مع ملاحدة وخدام معه، والله لم يرتاحوا أبدا. لماذا؟ ولا ينسي بالخمور الطاسي بالصباح لينسى وما عرفوش. إن له معيشة ضنكا هنا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى قال رب قد كنت بصيرا. كذلك اليوم تنسى. الذي أصابك من جنس المال الذي قدمت، نعس تراب وتأكل من خيراتي وتربي الماء وتشرب وتأخذ من كل ما خلقت، ونطلبت منك 10 دقائق. لماذا؟ شيء تنفع الله ولكن تنفع نفسك. إذن هذه الصور رمضان لا نشعر به. علاش تيدوز هكذا بسرعه؟ ولماذا يمر ونحن ما عمرنا بوالو؟ تفكرت في برنامجك، برنامجك اللي كيصلي ربما، والكثير عنده نقص في المسألة. عندنا نقص في برنامج رمضان. ولذلك نسأل الله عز وجل ان يغفر ذنوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا ويهدينا لما يحب ويرضاه. آمين يا رب العالمين. تبنا إليك، تبنا إليك يا الله، فاغفر ذنوبنا ولا تؤاخذنا بهذه الزلقات لسان ونظرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فتح أبواب التوبة قبل الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أنا أعطيك طريق، أعطيك الفرصة قبل ما تجي الموت. المهم ما عرفناش أش الوقت تجي، هذا مشكل. لو كان وعند المدير نجمعوا المسائل ديالنا وكذا، لا هذه تأتيك فجأة. أحد باغي يشد اللقمة يدوزها في السحور فإذا به يموت. ما صلى وما صدق وما صلى وما كان هنا. طيب ماش الدمعة، دمعة الجرق، دمعة ماش والو. قال لك الله يجيني بوحدك، غيتجي ما هز معك لا وليدات ولا سيارة، داكشي كله خليت ما اجي تحاسب مباشرة. الحساب في قبر. احمده ونشكره واثني عليه ثناء يليق بجلاله عظيم سلطانه. نصلي ونسلم على خير خلقه، خير المبعوث لهذه الأمة وللعالمين، خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة الكرام البررة، وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي معشر الصالحين والصالحات، سنودع هذا الشهر عن قريب. لما اللي ما بقى فيهش الحال يراجع القضية ديال أيام. ليست هناك أيام تشبه هذه الأيام. إذن سنوده عن قريب، وإنه ليشهد علينا عند الله جل شأنه. تقدست أسماؤه، تعالت عظمته، فبماذا ستكون هذه الشهادة؟ هو سيشهد، باش يتردد الشهادة. تيلا بغي يقول الكذوب، بغي يكذب تما. داني الله عز وجل أرسلنا رسالة وقال هذا كنسد لي فمي. اليوم نختم على أفواهي، ختم ألف وشو الذي شد تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم. أرسم لنا هذا اليد سرقت هي تشهد، كنسد لي فمي ثم هي تشهد تتكلم. ولذلك في هذا المعرض الخطير يقولون ردا على ذلك، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ الجلد ديالك يشهد، لما شهدتم علينا؟ قالوا شنو عندي رحنا واش انا ديال راسي. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وانطق الجلد غير انطق البلاصه اللي كانت فيه المعصيه.
قال أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها زلزال ديالها يومئذ تحدث أخبارها. معنى أخبارها الأرض زلزلت ذلك المكان اللي تشرب فيه الخمر ودرت فيه المعصية ولا كانت تقع فيه سارقة، أجل كيف حراسة شديدة، حراسة ماشي إلكترونية ولا حراسة الأمن وكذا، لا لا هذه حراسة أخرى تحرس الآمنين والذين يؤمنون تحرس الكل. قال البقعة التي وقعت فيها المصيبة وقعت فيها سرقة أو زنا أو فجور أو كذا هذا كيشهد وتتكلم الأرض يومئذ، هذا تنوين العوض أي يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها بأن ما عندي منديل تقول لك بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة، ماشي حبة ولا ذرة، لطوم صغيرة وأصغر أصغر من ذلك غيجي كبير. والله يا إخوة إنها إنها من العظائم، إنها من المشاكل الكبيرة ستأتي بعد يوم القيامة، ماشي بعيد مباشرة بعد الموت حسب مقبرة، والله شو مقبرة غيتكون مباشرة مجبد، وثم يأتي الملكان في الغيب ونحن نؤمن بذلك ولا نشك فيه أبدا، ومن شك فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم الناس يسمعهم الميت أرى الحجر أرى البلاكار أرى كذا يسمع قرع نعالهم فوق رأسه، ولذلك قال لنا قفوا اجلسوا مقام عشوية اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه يسأل. يجب أن تستحضر هذا، يجب أن تستحضر مرة جلس بوحدك وشوف كيف الزوني ما كلا لحبيب رحيم لكذا شكون الذي يرحمك باش يرحمك الله بالعمل يؤنسك العمل يقول لك المعمل معك بالعمل لا صلاة كان الفجور الفسوق الفجور والتبرج والخلاء والزمر فيما كان شي خلاعة شي موجود هي تحضر هذه تحضر هذه المصيبة كلها تحضر. إلا قال من ربك قال ربي الله يقول عندك علاقة بالله رددت كل شيء صلاة فينا ديال الله في العقدة في الكونترا ديال من رجل الذي بعث لك محمد لا ما عندك صلى الله عليه وسلم ما عندك علاقة برسول الله والدين ديال الإسلام قلما ما غاديش جاوب أبدا إن حديث فيه يقول ها 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 وكيضربوه وكينزلوه حتى 70 خليفة في الأرض يقول ارطع ويطلع يقول له لا دريت ولا تليت لا لي أوريها لك وراه لي خرجها منك لا دريت ما تعرفش ولا تليت وما تخرج من فمك. أنا السؤال الثاني والضربة 70 70 خليفة 70 عام تحت الأرض وما يطلع غيب غيب غيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم لا تدافنون شي ما يدفنوا حتى واحد ولكن قلت لكم هذا الحديث لولا أنكم لا تدافنون لدعوت الله أن يكشف لكم الأصوات في المقام أصوات صدعت ولكن سدنا ودينا كان عسما الأصدقاء دينا أما التحت لا يسمعه أحد. إذن بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى أنت الآن بين يدي الله أرمضى شاهد وش غيتوصل هذاك العام جي الله أعلم أخونا صاحب التمر توفي والبارحة رحمة الله عليه أخونا أحمد توفي مجلسه في قنيطة حداثة صبير صميلة خير مكان دي ما كيبدلوش 20 سنة هو معهم رحمة الله عليه فينا وإن شاء الله. إذن سنحمل معنا رواسب من الملفات سنحمل معنا رواسب الجاهلية التكالب على الدنيا وشدة الحر ونهاية هذا من آثر الدنيا الدنيا من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه أصبح ويتهو شوقه فين ما أطول دام وصلى إلى خير
كان عارف واحد مارشي كيلبس البلوزة في الطريق قولها ودي الله يديك توضى ولا وصلي لا صلاة في المارشي ولا مهم خصو يجيب الخضرة في الصباح بكري. إذن ها الذي أحب الدنيا أنسته هذه الدنيا كل شيء وأنسته أن هذه ليست دار قرار صوب الدار قد الدار زخرفها وزينها وقدها والأخير لا قرار هذا غير زي هذا مكان تمر منه لكن السكنة والإقامة الحقيقية في الآخرة قل متاع الدنيا قليل والآخرة شوف قدمك يقول لك والآخرة خير لمن اتقى وللآخرة خير لك من الأولى إذن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج خطير سنستدرجه من حيث لا يعلم هذا المعاصي وضربه 16 والدنيا تكبت عليه واحد شكل حتى بعض الغفل يقولون بغينا اعطينا هذيك الدنيا احنا ما بغينا لا صلاه لا والو اعطينا داك الشيء اللي عندنا ما عمرك تخرج هذه الهضره ابدا راه قارون ربي الله مثال خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم والناس اللي عندهم ثقال ورزان ذاك الشيء ما على الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ما يلقاها الا الصابرون اذا رايت الله يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب ما تفرحش انما هو استدراج اذن اخواني ان الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فخذوا من ممركم إلى مقركم ولا تهتكوا أستاركم عندما لا يخفى عليه سر تقرأ في القرآن لا يخفى عليه سر لا يخفى عليه شيء أبدا أخي الكريم بعد التزامك في رمضان إياك أن تنحل وتخلينا تاني المسجد حناني تحشوك المسجد يرجع نهار بعد تالي العيد ثلاثة ديال الصفوف أربعة الصفوف لماذا تفارق المسجد كتكذب على من تستهزئ بمن إذن سماع الخطب لم ينفعك مواعظ لم تنفعك معرفة خطر الدنيا لم تنفعك فتنتها وأهواءها وأهوال القبر والدار الآخرة ومعرفة وعرفت قيمة الجنة وعرفت النظر إلى وجه الله الكريم فلا رجاء فلا ترجع بعد رمضان مفتونا بالعكس من هنا تبدأ إن شاء الله وقتي تعرف تصلي من هنا ان شاء الله تتوضا وتصلي وتلتزم وتلقى واحد الراحه لان الروح ديالك بدات كتاكل دابا يلا جسمك اذا جسمك هو اللي كياكل اقبلت عليه اذا تطلع الان الى كرم الله في هذه الايام الاخيره استغله كلنا قول هذا الكلام لنفسي ولاهلي ولاخواني فسهل استغل الفرصه لما قدرش يشد كون جي ولا كذا ولا كذا المهم راه يذكر الله غادي وجاي وكذا ويبعد من قضية الخدمة فيها الهضرة كذا وكشي لا أبدا ما عندوش فين يقرأ المصحف تيجي البيت فيها ليلة مباركة أنزل فيها القرآن قدرها رفيع منزلتها عالية عظيمة الشأن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين المشكلة هو الدوسيات كيتمنى فيها يفرق كل امر حكيم هذيك الليله شكون غادي يموت وشكون يتزاد هذيك الليله يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ليله القدر خير من الف شهر خير من 83 سنه وشويه تتنزل فيها الملائكه ومعها الروح جبريل دابا جاك نقرا في القران لا تتنزل حتى قال قرانا في الصباح ابن كثير حذرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتنزل الملائكه على عدد الحصى الحصيوات والحجار الدنيا كلها كتعمر معناه مسكورتيه من كل جانب وسبحان الله الملائكة تتنزل وهو جالس في المقهى دخل بالعشية يضرب واحد باكية قبل ما ثلاثة ولا جوج سبحان الله بعد من ذاك الزمرد بعد المسائل الأخيرة
زيد الى الطريق احسن لك. هنا لما تبع انا ينفعك ذاك شيء كله لا ينفعك في شيء. هذه العشر ايام هذه ذكر فيها نفسك، عليك بالقران، عليك بالقران، عليك بتنبيه الله عز وجل. لماذا؟ لان اعلام الملائكه ترفرف باش حتى مطلع الفجر، حتى مطلع اطلع النهار. اذن حذاري حذاري ان تجدك الملائكه في الاماكن الموبوءه، وان تجدك مع الرفقه الفاسده، الدومينو والوراق والكادي والرامي وكذا، ضيع الوقت يا اخي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو امته الا يفوتوا الفرصه الخالده على انفسهم، ان يكونوا في هذه الايام الغاليه في مساجدهم. مساجد قضي الغرض ديالك والسخره ديالك في الدار، وهاني في المسجد. أين أنا في المسجد؟ يحتضنون مصاحفهم، عاكفون في كل ما يرضي الله. الملائكة نزل في المسجد. أصابك هذا مكان، مكان ليس عاديا. هذا المكان مساجد الله، بيوت الله، وكيدفع عليها الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانه وتعالى قل وما نظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب. اذا النهار صائم، الليل الان ذكر قراءه القران، وحاول ما تنعس كاع الليل، خذ شويه في النهار، حاول لا تنعس الان ان تقوم لرب العالمين. لماذا؟ لان الملائكه تتنزل. تقول عائشه رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لها هذا، قالت ماذا اقول؟ اش ممكن شي حاجه؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء جامع موجز، اعفوني في بدني، اعفو عني في نفسي، في الوليدات ديالي، في كل شيء، في مالي، وفي الحساب يوم العرض على الله فيفوز بساعة. اللهم وفقنا لقيام، اللهم وفقنا لقيام، اللهم ارزقنا خيرها وخير هذه الليالي المباركة. أنا الذي أريد في نفسي وأن تشعر أن الجو مشي هو، أن الجو ليس هو الذي أريده. اللهم ارزقنا هذا الإحساس. أنت جار ديك كي يضحك في المسجد؟ لا لا لا، المسجد ماشي ديال الضحك، المسجد ماشي ديال رفع الصوت، المسجد ديال القرآن. واش الدعاء الأقل هذه الأيام؟ عليك بالقرآن، في البيت قرآن وفي المسجد قرآن. وعافنا يا ربي وعفو عنا، اعف عنا في ألسنتنا، واقبلنا يا ربي هذا العمل بسيط، اقبلنا يا ربي على بساطتي، تفضل علينا بالعتق من النار. اللهم انك سميع مجيب، نسألك ان نغلب جانب الرجاء. اللهم استجب لنداءنا يا رب. من كان مجتهدا فليحمد الله وليسأله التوفيق والزيادة والقبول. ما نرجعش وشعب الضيعه ترجع النور، مش عمرك شي واحد كيفوز بشي حاجه يرجع فين غادي تستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. اقبل على الله اخطر توبه نصوح، اسرع بالعوده الى الله، اسرع بالعوده الى الله سبحانه وتعالى. يا اخي الكريم ما تفوتك الفوت، انها فرصه لا تفوت. الله يريع يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا، شو مش حزاره هذه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. من يحول بينك وبين التوبه اخي اختي؟ فلنتضرع الى الله عز وجل ان يغفر ذنوبنا وان يتوب على المقصرين منا، وان يهدينا الى طرق الخير، وان يشملنا بعفوه، وان يجعلنا من عتقاء هذا الشهر. ما احوجنا الى دعوه الصيام، عفوا دعوه الصائم تستجاب، دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك الصائم ادعو لأبنائك، أبناتك، جيرانك، إخوانك حتى يرجعون. لا أريد أن ألقى الله عز وجل وبناتي في هذه الحالة متبرجات، حالة خطيرة، حالة خطيرة، مصيبة كبيرة. يقول لك ارجع، ما قلتهاش لك؟ ما شايف في القرآن كاين في سورة، ما كاين في سورة النور، ما قرأت هذا ولا غلبات عليك؟ المهم تبرر منه، قول ودي انا انت انا ما متفقش مع هذا الشيء. صايا وكويسا وكذا وزيره تخرجين تاخذين علاج
لعنات كل من رآه. من الصائمين كيقول العياذ بالله، غير ما مسكينة ما تعنوهاش مباشرة. قال العلماء الله العليم يحشم كأن مسكين الله أعلم بها وبحالها. سأل الله أن يكشف غمتنا، فرج كربتنا في هذه الصيام. ادعوا مع إخوانك لو بغيت يستجب لك الله، ادعوا مع الاشتراك يا رب الله في المسجد، نحن ندعو معه واللي يحب جانبي واللي كان عرفناك. يأتي الملك ويقول لك ولك مثل ذلك، لك مثل ذلك، بما أنك تحب الخير للناس الله عز وجل يأتيك بالخير. اللهم اهدنا ويسر امورنا واغفر ذنوبنا واصلح امورنا. اخونا احمد هذا اللهم ارحمه رحمه واسعه. انا قلت لك يوم الجمعه انا فوجئت هذا الصباح بانه وجد في محله ميتا رحمه الله عليه. يعني دائما تمو في محله. وإخواننا أخونا كذلك صاحب الطمر كروساته وتوفي ما قبل يومين هذه رحمة الله، أما كان ديالو صدق القول صديق ديالو سي مبارك اللي كيمشي معاه دائما وكيضحكوا في الطريق تيخرجوا من ذاك الباب ولا خلاف. الآن انتحق بالرفيق الأعلى وكذلك إخواننا وهكذا، وسيلتحق تطرى تباعا متى 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 ومد ويش خرج. ولكن شيء للقاهرة قهر قهر الناس بالموت سبحانه وتعالى في رحمة. اللهم صلح أمورنا ومسلم لمن أوصانا من النساء لا أستطيع أن أجمع. نسأل الله أن يشفي أبناءهم وبناتهم، وأن يهيئ الزواج لبناته وليسر أمرهن، وأن يبارك فيهن، وأن يرجع بنجاة إلى الطريق المستقيم. لا نغادر المسجد أبدا. المصيبة الضربة وتمشيت بعد وأن تكون من المستهزئين. كتابك تفلنا في رمضان حتى وصلت 27. السلام عليكم عاوتاني. لا 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 أخي الكريم لا تفعل هذا. اللهم اجعل هذا البلد امينا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ابعد عنا الحساد، يحسدون هذا البلد على النعمه، يحسدونه في حدوده في خيراته في بركاته. ان امرع الخصم في هذا البلد حتى الناس يقول كيفاش هذا البلد في هذا الخير. اذا خصو يدوا لي الفتنه الفتانين الله يفتنهم. الله سبحانه يردنا الى ما ان لم يسبق لهم التوبه، ان يرد ذلك ومكرهم في نحورهم يا رب العالمين. امير البلاد ملكها صاحب الجلال محمد السادس اللهم وفقه الخير، اللهم بارك في خطواته ويسر امره، اللهم اهديه الى الرشد يا ربي، واريه الخير خير خيرا، وفقه لاتباعه، واريه الحق حقا وارزقه اتباعه، واريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وبارك له في ولي عهده وسائر أسرته ويسر أمره يا رب العالمين. نسأل الله أن يعافينا في أبداننا وإخواننا وتقبل الله منا. نسأل الله عز وجل أن نجتهد قليلا في هذه الأيام المباركة الطيبات إن شاء الله. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.